الولايات المتحدة الأمريكية موقفها فيه غموض في حالة في بعض الأحيان تحاول أن تهدئ وتحاول أن يعني تفعل الوساطات، ونجد أنه في الآونة الأخيرة هي حاولت أن يعني تفعل الدبلوماسية من خلال التنسيق بين قطر ومصر، وهناك مفاوضات يقال أنها يوم الخميس، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تربط هذه المفاوضات بموضوع الرد الإيراني. والخارجية الإيراني أوضحت اليوم يعني من خلال الناطق الرسمي أن موضوع الرد ليس له أي علاقة بموضوع وقف إطلاق النار في غزة، وهذا حقيقة جواب جدا مهم من قبل إيران، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تخلط الأوراق. هناك موضوع وقف إطلاق النار مسألة قديمة تم بحثها، وكان هناك جهود كبيرة، ولكن إسرائيل حاولت أن تفشل موضوع وقف إطلاق النار. إضافة إلى مسألة مهمة، إسرائيل بالوقت الحاضر تريد أن تعجل من الرد الإيراني، باعتبار أن عملية التأخر في الرد يجعل من إسرائيل يوميا تدخل في حالة الإنذار والطوارئ، وبالتالي عملية التأخر يعني في الرد الإيراني أعتقد هو يجعل حالة الإرباك في الداخل الإسرائيلي مستمر، وهذا موضوع واضح من خلال بعض الإشارات اللي أشار إليها دكتور علي فيما يتعلق موضوع السياحة، موضوع الحركة في داخل إسرائيل بالوقت الحاضر. ولذلك أعتقد موضوع الموقف الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية، الموقف في حقيقة الأمر هي لا تريد أن تحل الأزمة، ولكن تريد أن تسيطر على هذه الأزمة أو تدير هذه الأزمة. هاي خرجت في الأمور عن نطاق السيطرة دكتور. صحيح، خرجت الأمور عن نطاق السيطرة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بالوقت الحاضر تعتقد أن عملية المفاوضات قد تؤتي ثمارها، لا سيما وأن الجميع لا يرغب بتوسعة الصراع.